السلام عليكم يا زهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فاكرني فندم. كلمت حضرتك من اسبوعين ثلاثه وقلت لحضرتك انا طلعت معاش وما حصلتش 2000 جنيه. أيوة أهلا بك يا أستاذ صالح، ربنا يكرمك. اهلا بحضرتك، بارك لي بقى. اشتغلت على تاكسي وباخد 1000 جنيه في الشهر أستاذ بعد صالح، 36 سنه شغل واحدة في واحدة التربيه بقى. والتعليم. أولا أنت يوم الحلقة بتاعتك ويوم مداخلتك معانا دخل معانا ايوه الدكتور فندم، أيمن نور وكان عايز يتواصل مع حضرتك وتأثر جدا بكلام حضرتك، لأن أنت 36 سنة خدمة في التربية والتعليم وكان مرتبك هزيل جدا وأنت اللي قلت لنا هذه المعلومات، فبجد الموضوع ده مازال مؤثر فيا. أنت النهاردة جاي تتصل بيا بعد قرار وزير التعليم وتقول لي إن أنت اشتغلت على تاكس بألف جنيه في الشهر 1000 جنيه؟ وحق جلال اللي جاي لي فاتورة الكهرباء امبارح 880 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أستاذ صالح، والله هو أنت وجع لي قلبي أصلا من يوم المكالمة اللي فاتت، أنت جاي يا تخلص عليا أستاذي، النهاردة؟ يا أستاذي معظم المدرسين كده مش أنا لوحدي. وبعدين يعني ده بيكونوا يعني ده مديونين وضع قطاع كبير والله من المدرسين. كتير جدا. أقصى مرتب بياخده المدرس مدرس في اخر شهر 4900 جنيه، ده بعد ما يطلع كبير بقى واخر شهر وكل حاجه بكله على بعضه. طيب انت ليه ما اديتش دروس يا استاذ صالح؟ يا استاذي المدارس الفنيه مش زي الثانويه العامه عندك والاعداديه. حق، عارف طبعا عندك حق. تاني حاجه حضرتك، اللي بيدوا دروس في الثانويه العامه والاعداديه دي برضه من صحتهم ايا كانوا، ما بيدوا ايه؟ ما بيدوخوا طول النهار وطول الليل عشان يدوا الدرس، مش بيقعدوا كده بينحروا في قلبهم حضرتك. والله مع احترامي لسواقين وكل التاكس ناس محترمين وعلى دماغنا من فوق، بس 36 سنة خدمة في التربية والتعليم تطلع تشتغل سواق تاكس، الخبرة دي كلها طب تختزلها قول لي حضرتك في سواقة التاكس. ويا ريت المعاش اقل معلش من معلش 2000. اسمعني بس يا استاذ صالح عشان انا موجوع قوي بسبب الموضوع ده، يعني انت كراجل معلم ومربي اجيال في الاخر لما تشتغل شغلانة تانية غير شغلانة التعليم هقول ماشي، الراجل عايز يصرف على بيته فخد مرتب مجزي، انما انت بتكلمني بعد الليله دي كلها والشحططه دي كلها 1000 جنيه اه والله اقسم بالله 1000 جنيه، ومن الصبح لاخر النهار فترات كده اوصل ناس واجيب ناس كده. لو ركب بقى معاك طالب دلوقتي وقال لك هو الراجل مش هيبقى الطالب ده مش هيبقى عارف ان انت راجل مدرس ولا بتاع، ولقيته قام مدردش معاك كده وقال لك مثلا يعني ايه ده استاذ صالح اللي كان بيديني مثلا في المدرسه مش عارف ايه بتاع انت بتسوق التاكسي، يعني هيكون بتحصل يا الحوار فندم، ايه؟ بتحصل والله يا فندم. والواحد ما بيلاقي اي رد بتاع ده، احنا بنضيع وقت ما لناش وقت كده، هنعمل ايه؟ بالاضافه الى سعادتك، المدير بتاعي اساسا قبل كده كان شغال على تاكس. لا اله الا الله، مديرك شغال على تاكس؟ اقسم بالله ما بكذب في حرف. انتوا واخدينها وراثه بقى يا استاذ صالح ولا ايه؟ طب هنعمل، اصل ما فيش صحه عشان نشتغل اي شغل بدني تاني. حضرتك الواحد بيطلع في السن ده عنده امراض الدنيا. ربنا يا رب يشفيك ويعافيك، والله انا بحاول اضحكك واطلعك من اللي انت فيه، لكن بجد انت بتتكلم كلام غايه في الاهميه وكلام لازم يتوقف معاه، وعشان كده انا قلت لك الدكتور ايمن نور بنفسه اتصل بينا في نفس اليوم اللي انت كلمتني فيه وكان مهتم جدا، لان الحوار الشعبي اللي اتعمل وبقى له مخرجات دلوقتي لجنه التعليم فيه شغاله على هذا الملف شغل محترم جدا، فيا ريت تبقى تسيب لنا رقمك يا استاذ صالح مع زمايلنا اللي هيفضلوا معاك دلوقتي على الخط ولجنه التعليم تتواصل معاك تحاول تشوف المشكله، مش عشان استاذ صالح بس، عشان القطاع الكبير اللي انت قلت يا استاذ صالح عليه ان حالك زي حال ناس كتير جدا موجودين في مصر. بشكرك شكرا جزيلا.